ولمزيد من المتابعة أيضا حول ملف اليمن وعاصفة الحزم بعد عامين من بدئها، ينضم إلينا على الهواء مباشرة السيد فتحي منجد الكاتب الصحفي اليمني. سيد فتحي، أهلا بك معنا في أونلاين بداية، يعني ولنبدأ من عاصفة الحزم ثم بعد ذلك نتحدث عن الأمال المعقودة على القمة العربية علها تجد طريق لها للتحقيق في الحل السياسي لليمن. بعد عامين من عاصفة الحزم وتضارب حتى التقييمات بشأن حصيلة هذه العملية التي قادها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، كيف تقيم أنت هذه العملية؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، بالنسبة لعاصفة الحزم هي كانت عبارة عن إنقاذ حقيقي لليمن من الوقوع في شباك إيران، وهي في حقيقة إنقاذ للمنطقة العربية برمتها. موضوع التقييم أعتقد أن هناك مؤشرات وهناك نجاحات وهناك دلائل ظهرت على الأرض يعني يعرفها كل أبناء اليمن، وكذلك هناك حتى المجتمع الدولي. هناك أيضا تقدم في جميع الملفات، منها الملف السياسي كما يعرف الجميع، أيضا في الملف العسكري هناك تقدمات كبيرة على الميدان. وأعتقد أن أي قبل تقدم عامين سياسي من سيد تاريخ فتحي؟ اليوم كانت اليمن برمتها. أقصد أنه كان عندما بدأت المفاوضات الأولى والثانية لم يكن كانت الحكومة الشرعية في موطن الضعف، لم تكن الحكومة ثابتة على الأرض، كان الحوثيون في موضع علي عبد الله صالح في موطن القوة كونه يحكم من الأرض. عندما جاءت المفاوضات الأخرى، مفاوضات الكويت وما تلاها من مفاوضات، كانت الحكومة الشرعية قد قامت على قدميها وكان عندها جيش وطني وعندها إمكانات وحررت أكثر من 80% من الأرض، من 85% من الأرض اليمنية، فهنا تقدم كبير جدا. طبعا الحكومة هي تسعى للحل السياسي، والحكومة تنازلت كثيرا وقدمت كثير من التنازلات في هذا المجال، لكن مهما حصل، مهما تكلمنا عن الوضع الإنساني والوضع المأساوي الذي أنا أتفق معكم وأتفق مع كل من يتكلم عن الشأن اليمني من المنظمات الحقوقية والإنسانية، لكن يتحمل يبقى الحوثيون على عبد الله صالح هم المسؤول الأول والأخير عما حصل في اليمن. كونهم انقلبوا على شرعية، انقلبوا على مخرجة الحوار الوطني، انقلبوا على مبادرة خديجية، انقلبوا حتى على القرارات الأممية التي ألزمتهم بتسليم السلاح والعودة إلى الحل السياسي. نعم سيد أيضا فتحي، هناك تقدمات أخرى، يعني هناك تقدمات. نعم، بشأن العملية السياسية، البعض يرى أنه بعد عامين، يعني ما يقارب عام ونصف من بدء العمل على العملية السياسية، يبدو الوضع وكأنه يزداد سوءا، ويبدو أن الهوة تتسع ما بين الطرفين، وهذا يصعب من الخيارات السياسية المطروحة بين الطرفين. أولا عندما نقول هناك طرفي صراع، أعتقد أننا يعني في شيء من جانب الصواب، لأن هناك الحقيقة أن نقول أن هناك طرف انقلابي وهناك طرف شرعي، والحرب الموجودة على الأرض هي استعادة الشرعية، والهدف الأول من عاصفة الحزم هو عودة الشرعية وعودة الحكومة الشرعية. إذا ما جدوى المفاوضات صنعاء التي تحدث في الكويت وما قبلها في الرياض طالما أنه الطرف الآخر لا يؤخذ في الاعتبار؟ نعم، أنا أقول أن الحكومة الشرعية تعاملت بمرونة، كان هناك ضغوط دولية والمجتمع الدولي حقيقة يعني لم يكن جادا في التعامل مع الحوثيين وعلي عبد الله صالح بالقدر الكافي، بأنهم جماعة انقلابية وانقلابهم واضح العيان، لا يحتاج في بعد مرور سنتين من الحرب أن نأتي ونقول هناك طرفي صراع في اليمن، هناك طرفي صراع حقيقة، لكن هناك طرف شرعي وهو الحكومة الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي، وحوله الشعب اليمني الذي اختاره وانتخبه بإجماع اليمنيين، وهناك انقلاب على مخرجات الحوار الوطني وعلى الدستور اليمني وايضا حتى على القرارات الامميه. فالصراع الان الموجود في اليمن صحيح هناك انسداد في الافق، هناك ليس هناك دلائل على حل سياسي، وما عمله الحوثيون بالامس من اصدار احكام اعدام على فخامه رئيس الجمهوريه ومجموعه من قيادات الدوله دليل واضح على ان الحوثيون سدوا كل ابواب الحل السياسي. الذي حصل الان ان الحكومه الشرعيه مهما كانت النتائج هي تسعى للحل السياسي، لكن في حال ان الحوثيون أرغموا التحالف العربي والحكومة الشرعية على أن يكون الحسم عسكريا فهو ما يحصل الآن. نعم سيد فتحي، الشعب اليمني، وأنا جئت من شارع اليمني. نعم سيد فتحي، هناك اتهامات تطال إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمم المتحدة لملف اليمن من أنه لم يقدم أي جديد فيما يخص العملية السياسية، هو جاء لينفذ مبادئ كيري القرار 2216 ولم يقدم أي مبادرة جديدة توحي بأنه ربما لا يحدث انسداد في الحالة السياسية كما يحدث الآن. موضوع إسماعيل ولد الشيخ هناك انتقادات كثيرة حول
دوره، ومهما حصل هو نعرف مواقف الأمم المتحدة في مثل هذه الصراعات، هي تسعى إلى إيجاد حل سياسي مهما كان، وهو دائما يتكلم. لكن أنا أؤكد أن إسماعيل ولد الشيخ مهما قدم من تنازلات ومهما حاول أن يوفق بين الطرفين، لكنه في نهاية الأمر يؤكد على الشرعية، يؤكد على مفرجات الحوار، يؤكد على المرجعيات التي، وهذا ما قاله قبل أيام عندما زار عدن، أكد على شرعية الرئيس هادي وعلى الحكومة الشرعية، وهذا يعني ما يتطلبه في الوقت الراهن. أخيراً، لكن موضوع أنه لم يقدم شيئاً، أعتقد أنه مهما بذل هو أو غيره أو حتى الجامعة العربية لا يمكن أن يقدموا شيئاً، لأن الحوثيون أصلاً يرفضون كل الحلول السياسية. أخيراً، طالما أنه حتى الجامعة العربية لن تقدم حلاً، هل لا تتوقع أن يكون هناك أي بادرة جديدة لإعادة اليمن إلى سابق عهده في هذه القمة 28؟ الحكومة الشرعية، أنا أتكلم كمواطن وأنا أعرف مضامينها، أن الحكومة ترحب بأي حل سياسي طالما يستند إلى المرجعيات التي اتفق عليها اليمنيون، وهي المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية ومحورية الحوار الوطني والقرارات الأممية منها القرار 2216. في حال أن الحوثيون قبلوا بها فإن الحل السياسي هو المرشح، ما لم فإن الحسم العسكري هو الأقرب للعيان. نعم، شكرا لك السيد فتحي منجد الكاتب الصحفي اليمني، كنت معي مباشرة.